السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بالوصفة ديال الخبز اللي هي شي حاجة ضرورية وأساسية في المكنة. اليوم الخبز ديال الشهير الكامل بالبلبولة. كنتمنى أن هذه الوصفة تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش بالدعم لي لايك ولي بارتاج وتأبوناو باش يوصلكم كل جديد، ونبدأو على بركة الله إن شاء الله. ونبداو على بركة الله. عندنا كيلو ديال الدقيق ديال الشعير، يعني الدقيق الكامل، الماء باش غادي نعجنو، شوية ديال المليحة، زيت البلدية، عندنا معلقة كبيرة ديال الخميرة، وعندنا ثلاثة ديال المعالق ديال الحليب بودغ. أول حاجة غادي نبداو بها، شدو هاد شوية الماء وغادي نديرو على هاد باش نخليوها تذوب واحد شوية باش ما تعذبناش باش نبداو الخدمه. ومباشره غادي نبداو، غادي نديرو هذاك الدقيق في هذيك العجانه. انا كنخدم بزاف في العجانه حيت كتكون عندي كونتيتي كبيره. ونديرو الحليب بودره كما كيبان لكم، نحركو واحد شويه هذيك الخميره اللي خليناها كتذوب، وحتى هي نزيدوها على داك الخليط. ومن بعد غادي نزيدو الزيت، يعني انا درت تما كاينه 3 ديال المعالق ديال الزيت، ها جوج، وهي الثالثة. ومن بعد شوية ديال الملحة، الملحة كتبقى على حسب الذوق، أنا غادي ندير غير شوية، يعني إلا كتبغوا الخبز يكون شوية مالح، المهم نتوما اللي تعرفوا. ومن بعد غادي نديرو هادشي كله يتخلط، ونبقاو نزيدو الماء شوية بشوية. أنا كنت دايرة 800 مليلتر في هذاك الكاس ديال الماء، يعني انا هاد العجينه هذه هزت لي تقريبا 700 مليلتر. ونخليكم تتبعوا الفيديو كيفاش داير، ونعاودوا نتلاقاو من بعد ما غادي تعجن هاد العجينه ان شاء الله. وها نتوما كتشوفوا اخواتي القوام ديال العجينه كي داير، يعني كيكون كيتلصق واحد شويه كما كيبان لكم. غادي نخليها انا هنا، وغادي ندير لها سوا بلاستيكا وفيلم غذائي، المهم فيلم اليمونتير غادي نغطيوها به، وغادي نخليوها واحد ما بين ساعة ونص حتى لساعتين ديال الوقت، خاصها تطلع مزيان 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 مزيان. ومن بعد غادي نوريكم اشنو غادي ندير لها. ومن بعد ساعتين انتم البنات كيفاش ولات هاد العجينة. بسم الله، نحيدها من هنا ونكمل معكم ان شاء الله باذن الله. وهنا غنحتاج شويه ديال الماء، وهنا عندي البلبوله رقيقه باش تبان لكم. ندير شويه ديال الماء، وكنحاول انني نجمعها باش نتحكم فيها مزيان. غادي ندير شويه ديال البلبوله هنا، ممكن انكم تبدلوا هذه البلبوله بالسميده رقيقه، غير الفرينة اللي درنا في هذا الخبز، او لا حتى ممكن تديروا فيها شعير دقيق ديال النخالة. وغادي نبدا ندير خبيزات بحال هكا صغار ونحطهم. انا بالنسبة للكيلو اللي كان عندي ديال الشعير عطاني 10 ديال الوحيدات صغار. هانتوما كما كتشوفوا درتهم دابا في الطاوات نيشان، غادي نغطيهم بواحد الزيت
المده ديال واحد 10 دقائق بين ما سخن ليا الفران على حراره مجهده يعني 250، ولكن عندكم اكثر يعني الخبز راكم كتعرفوا خصو يطيب في واحد الحراره اللي هي عاليه بزاف، خاص الفران يكون مزيان سخون عاد باش ديروا الطاوه. كنديروهم لتحت حتى كيطيبوا مزيان، حتى كيبان لكم بلي كنفخوا مزيان، ومن بعد غادي ديروهم طلعوهم شويه الفوق باش ياخذوا اللون. وهذا هو الخبز ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران، كيجي رائع جدا، منظر ديالو غزال وصحي من الدرجه الاولى صراحه. اش غنقول لكم، كنتمنى لكم شهيه طيبه، كنتمنى انكم ديروه وتشاركوني بالتعاليق ديالكم، ما تنسونيش باللايك ولي بارطاج وتابوناو باش يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم.